احنا عاملين مبادرة لرفع مستوى الوعي التعليمي بين الناشنال والانترناشنال بمعاونة أولياء الأمور والمدرسين، والمبادرة دي أنا سميتها علم وتعلم. علم وتعلم. والمبادرة دي بتقول إيه؟ يعني هيبقى فيها تكافل اجتماعي، معونة شتاء، دول يدوا دول ودول ياخدوا من دول. لا لا لا، مفيش معونة شتاء ولا دول يدوا دول ولا ياخدوا من دول. الحكاية ببساطة إن مدرسين الانترناشنال عندهم معلومات يقدروا يفيدوا بيها زمايلنا من مدرسين الناشونال. ده الموضوع بكل اختصار. فهنعمل مجموعات وحصص تقوية، وهنطلب من أولياء الأمور إن هم يشاركوا معانا بتبرعات بسيطة عشان الكل يستفيد. وأنا بكرة عندي ميعاد مع جروب الماميز وهعرض عليهم المشروع. ماشي يا عامر يا ابن أم عامر، هتشوف مين اللي هيعلم يا معلم. أوبجيكشن يا دكتور عامر، هو احنا ينفع نبقى طلبة قدام زمايلنا المدرسين؟ حضرتك هتقعدي مع جروب الماميز وتتكلمي معاهم في مشاكل ولادهم بعد ما تكوني خدتي كورس مكثف من اساتذه الانترناشونال، وكده يا جماعه الكل هيستفيد. انا مستعده. وانا كمان. كويس جدا. وما تخافوش يا جماعه، اي محاضره هيديها مدرس لزميله او لولي امر هياخد عليها اجر، والشغل كله هيكون بعد اليوم الدراسي. الموافق يرفع ايديه. وانا كمان، مع اني مش عارف هعلم مين ايه، بس انا تمام. ايه؟ مبادرة علم وتعلم، ودي باختصار فكرة المبادرة بتاعت رفع مستوى الوعي التعليمي عند الجميع. مبادرة علم وتعلم. مبادرة ايه يا فندم؟ واحنا اصلا مش عارفين ولادنا هيمتحنوا في ايه، ولا الاسئلة هتيجي منين، ولا هيجاوبوا ازاي. احنا يا فندم محتاجين سؤال ولادنا يجاوبوا عليه فتنجح. اتفضلي حضرتك استريحي يا فندم. الحقيقة هي دي المشكلة، ان احنا كل اللي شاغل بالنا الولاد تحفظ كلمتين تخش تدشهم، مش مهم يكونوا فاهمينهم. طب هو وحش ان ولادنا يفهموا؟ مش كويس يعني ان ولادنا يفكروا ويشغلوا دماغهم ويطوروا؟ ده وحش يعني؟ حضرتك مش عاجبك الكلام. يا جماعة احنا ضاغطين على اولادنا جدا، علشان احنا نفسنا يطلعوا حاجة معينة، يا دكتور يا مهندس يا جراح، زي ما احنا عايزين مش زي ما هم عايزين. ما بين الاتنين واحنا بنضغط عليهم عشان يطلعوا زي ما احنا عايزين، وما بين قدرتهم الحقيقية العيال بتوه بتضيع. ما نجرب، نجرب نسيبهم مع المناهج الجديدة، هيركزوا وكل واحد فيهم هيطلع اللي هو عايزه واللي يقدر يكونه. ازاي يعني؟ ازاي بعد ما الولاد خدوا على طريقة منهج معين نيجي نغير ده على طول؟ يا جماعة يا جماعة يا جماعة، أنا بقول نجرب، نجرب نسيب ولادنا للمناهج الجديدة، هيشرفونا والله. السيد المحترم وزير التربية والتعليم، محيطكم علما بأن مدرسة رؤية للغات تجاوزت كل الأعراف والتقاليد المدرسية المتعارف عليها. إيه
إلى السيد المحترم صاحب مدرسة رؤية للغات. أنت فين؟ أنت فين؟ إلى السيدة الإعلامية لميس الحديدي.